سلام عليكم. انا عارف ان انت تعبت من كتر ما بتدور على برنامج يسجل معاك المكالمات، وللاخر كله بيكون في مشاكل. ايوه اولا وباذن الله انت مش هتخرج من الفيديو ده غير وموبايلك بيسجل معاك مكالمات، ولكن ولكن في حاجة مهمة جدا لازم تكون عارفها قبل ما نبدأ شرح فيه الطرق اللي معانا النهاردة. الحاجة الاولى ان مفيش برنامج بيشتغل على جميع اجهزة الاندرويد، بمعنى ان انت لو معاك موبايلين سامسونج ممكن البرنامج يشتغل معاك على موبايل الاولاني وما يشتغلش معاك على الموبايل التاني، وده سبب ان مش جميع اجهزه الاندرويد السوفت وير بتاعها واحد. وعشان كده انا النهارده جايب لك اربع برامج لازم واحد فيهم هيشتغل عندك على موبايل، فلازم حضرتك تسمع الفيديو من اول دقيقه لاخر دقيقه عشان تقدر تجرب الاربعه، لان ممكن الاولاني ما يشتغلش عندك والتاني ما يشتغلش عندك ولكن التالت او الرابع يشتغلوا عندك. بالاضافه ان في بعض التركات اللي لازم بنظبطها في البرنامج عشان البرنامج يقدر يقرا السوفت وير ويقدر يسجل معانا المكالمات من غير ما تلاقيه بيسجل صوتك انت بس وصوت الطرف التاني مش شغال معاك. فلو احنا متفقين على النقطتين دول هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدا مع بعض الشرح. جميع التطبيقات اللي هنشرحها النهارده هي تطبيقات او برامج امنه وموثوقه وموجوده على متجر جوجل بلي، ولكن من الافضل ان حضرتك تحملها من اللينك اللي موجود تحت في الوصف او في اول تعليق مثبت، عشان هتلاقي تطبيقات كتير بنفس الاسم وبنفس الصوره وبتقلد التطبيق الاصلي ومش شغال. التطبيق الاول معانا النهارده وهو تطبيق كول ريكوردر اوتوماتيك، والتطبيق ده منزله اكتر من 1,000,000 مستخدم واخد اعلى تقييم على مستوى العالم في تطبيقات تسجيل المكالمات، وعنده حوالي 91,000 تعليق ايجابي، يعني البرنامج ده اكتر من 91,000 شخص نزلوه واشتغل معاهم بشكل كويس جدا، ومعظم التعليقات بتقول ان هو شغال كويس جدا على موبايلات شاومي وريدمي وانفينكس وتكنو. البرنامج سهل جدا وتثبيته بسيط جدا، بعد ما تحمله وتضغط له كده فتح وتبدأ هنا ان انت حضرتك تديله الاذونات اللي هو محتاجها، بعد كده هنضغط هنا حسنا وده لاستخدام البطارية هتقول له السماح، ولكن الخطوة دي هي اللي بتكون صعبة شوية. هتضغط هنا حسنا، بعد كده هيفتح الضبط الخاص بالموبايل، هتضغط هنا على التطبيقات المثبتة، بعد كده هتلاقي هنا عندك حاجة اسمها استدعاء موصل التطبيق المسجل، هتضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هتقول له فتح. هيقول لك هنا بعض تعليمات، فمتطمن البرنامج شغال وكويس جدا وانا مشغله بقالي فترة كبيرة ومفهوش اي مشكلة. هضغط له هنا كده السماح وانا كده خلصت الخطوة اللي طالبها مني البرنامج، وهرجع تاني هنا ادخل على البرنامج وهقول له كده السماح. وهنا شباب بيقولك لو حضرتك عايز تعمل باسورد للبرنامج ده تقدر تقول له حسنا انه تعمل باسورد، وتقدر تعمل الغاء، فانا هعمل كده الغاء. هنا هيقول لي ملحوظة فانا هقول له كده فهمتك. انا دلوقتي بالفعل كنت مسجل على البرنامج ده مكالمة، والمكالمة دي لمدة 15 ثانية والبرنامج اشتغل معايا 10/10. بس اهم شيء في الموضوع ان انت بعد ما تدخل على الصفحة دي تضغط على الثلاث شرط اللي على اليمين دول، وتبص هنا على وضعية التسجيل وتختار هنا جميع المكالمات، ومصدر الصوت هنا برضو مهم جدا، ممكن تخليه تلقائي، ولو ما اشتغلش معاك هتختار الاختيار اللي قبل الاخير، ولكن انا على تجربتي الشخصية على تلقائي اشتغل معايا على اكتر من موديل موبايل، وبعد كده هتيجي عندي زيادة حجم التسجيل وهي هترفعه بالشكل ده لحد 40، وده بيكون كويس جدا. وبالشكل ده يا شباب بيكون البرنامج اشتغل معايا 10/10. بتقدر حضرتك دلوقتي تعمل مكالمة وتجرب البرنامج. البرنامج رقم 2 اللي معانا النهاردة يا شباب هو برنامج كول ريكوردر تولكر ACR. البرنامج ده من افضل البرامج حرفيا اللي انا جربتها واشتغل على عدد كبير جدا من الاجهزة وبالاخص اجهزة سامسونج، وحجمه مش كبير خالص. البرنامج ده يا شباب اخد برضو ريت عالي جدا ومنزله حوالي برضو 1,000,000 شخص، ولكن مشكلته الوحيدة ان هو التثبيت بتاعه، وان انت بتبدأ ان انت تظبط الاعدادات بتاعته الموضوع بيكون صعب شوية، فركز معايا كويس جدا في ضبط اعدادات البرنامج. بعد ما البرنامج نزل معانا كده شباب بالشكل ده هنعمل له فتح، بعد كده هنا هتقول له التالي، بعد كده منح الاذونات، بعد كده شباب بتقول له حسنا وهتضغط السماح. هنا دي ان انت تشتري البرنامج، مش هنحتاج ان احنا نشتري البرنامج، هنشتغل على النسخة المجانية. كل الموضوع في ان انت تشتري برنامج ان هو البرنامج ما بيظهر لكش اعلانات،
فانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله مع موضوع الاعلانات ده. وهنا شباب هنا خطوه مهمه جدا، وهنا بيقول لك ان انت البرنامج ده عشان يشتغل معاك بشكل صحيح لازم تثبت له المساعد بتاعه، وده بيكون برنامج تاني ومش موجود على متجر جوجل بلاي. فانا هضغط تحت هنا على تثبيت المساعد، بيفتح لي صفحه زي ما انت شايفها كده، بتنزل تحت خالص وبعد كده بتقول له داونلود هيلبر اي بي كي، اهو الاختيار ده كده شباب تمام. بعد كده بضغط عليه، المساعد بيكون حجمه صغير جدا، وبجيب البرنامج اللي انا نزلته ده منين، بروح اضغط على الثلاث شرط اللي موجودين او الثلاث نقط اللي موجودين فوق على الشمال دول، بعد كده بقول له عمليات التنزيل، بلاقي البرنامج بينزل معايا بالشكل ده كده. بعد ما البرنامج نزل معايا هضغط عليه كده وهقول له تثبيت، وهضغط على تأكيد التثبيت، بعد كده هضغط على فتح، فتح لي البرنامج بالشكل كده. هضغط هنا على التالي، وبعد كده برضو هديله الاذونات. طبعا كل ده سهل وما فيهوش اي مشكله، ولكن من اول هنا في تركاية مهمه جدا لازم نظبطها في اعدادات التليفون عشان البرنامج يشتغل معانا. هنا هيطلع لك اختيارين، اول واحد اسمه انتقل الى امكانيه الوصول، والتاني اسمه انتقل الى التطبيقات. احنا الاول هنا هنضغط على انتقل الى امكانيه الوصول، بعد كده هنا هنضغط على التطبيقات المثبته. البرنامج اللي احنا نزلناه اسمه تولكر اي سي ار اب كونكتر، ده اللي احنا عايزينه. لو ضغطنا عليه بالشكل ده كده هنلاقيه ان هو بيقول لي ان الضبط بتاعه مقيد، يعني انا مش هقدر ان انا اظبطه. طب انا هعمل ايه في الحالة دي؟ انا هطلع بره خالص كده، بعد كده بروح على الاعدادات او الضبط، بنزل تحت خالص كده يا شباب لحد ما اوصل للتطبيقات. هتبدأ تدور هنا يا شباب على ايقونة التطبيق اللي انت لسه منزله ده، اللي هو تولكر اي سي ار هيلبر. وبعد ما وصلت لايقونة التطبيق هتطلع فوق خالص كده، هتلاقي ثلاث نقط على ايدك الشمال، هتضغط عليهم وبعد كده هتضغط على السماح بالضبط المقيد. هيطلب منك هنا باسورد الموبايل بتاعك او النقش، وهنا هيقول لك تم السماح بالضبط المقيد، وهتضغط هنا على انتقل الى امكانيه الوصول، وهتضغط على التطبيقات المثبته، هتلاقيه اتفعل معاك بالشكل ده كده، هتضغط عليه وبعد كده تفتح دي وتقول له هنا السماح. بعد كده شباب هتضغط هنا على حسنا وهتقول له هنا السماح، وبعد كده هيقول لك ان هو كده اكتمل اعداد المساعد، هتضغط على افتح البرنامج. تمام جدا يا شباب، دي بتكون الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج، ولكن اعداد البرنامج لسه لحد الان ما انتهاش. هتضغط هنا على الثلاث شرط اللي موجودين فوق على اليمين دول، بعد كده هتضغط هنا على تسجيل، وهنا يا شباب بتبدأ تعلي الصوت ده كده لحد الاخر او لقبل الاخر بحاجة بسيطة، وبتنزل تحت برضو تعلي هنا للاخر او لقبل الاخر بحاجة بسيطة. وعندك تحت خالص هنا هتلاقي خدمات التسجيل، ودي حاجة من الحاجات الكويسة جدا اللي موجودة جوه البرنامج، ان هو بيقدر يسجل مكالمات الواتساب، واتساب للاعمال وتليجرام وماسنجر والميت والمكالمات الخلوية. وعلى تجربتي انا الشخصية هو سجل معايا فعلا مكالمات الواتساب والواتساب العادي والماسنجر والميت والمكالمات الخلوية، ولكن مكالمات التليجرام ما كانتش احسن حاجة او ما قدرش ان هو يسجلها. فانا هسيب ان هو يسجل كل حاجة عادي، يسجل جميع المكالمات عادي، ما عنديش اي مشكلة. انا خلصت الجزء ده، هعمل رجوع واضغط على الثلاث شرط مرة تانية، وبعد كده هضغط هنا على حالة المساعد، وهتأكد ان المساعد بتاعي شغال بشكل كويس، معنى كده ان انا عملت الاعدادات بشكل سليم. بعد كده هقول له حسنا، والحاجة الأخيرة إن جميع المكالمات اللي هتتسجل دي هتتحفظ عندك على الموبايل، فتقدر إن أنت تعمل فولدر، هتدخل على النسخ الاحتياطي والتخزين، بعد كده هتنزل تحت خالص وهتقول له نقل تسجيلاتك وهتعمل اختر، بعد كده هنا هتنشئ مجلد جديد وهتسميه طبعا أي اسم مثلا، وبعد كده حسنا، وبعد كده تقول له استخدام هذا المجلد، وبعد كده السماح، وهتقول له حسنا. وبكده البرنامج هيكون اشتغل معاك 10/10 بدون اي مشكلة نهائيا. وده شباب هيكون اخر تطبيق معانا النهاردة لتسجيل المكالمات، واسمه مسجل مكالمات تلقائي. البرنامج ده من البرامج الكويسة جدا، عنده اكتر من 10 مليون عملية تنزيل، واخد ريت 4 نجوم، وعنده اكتر من 120 الف
تعليق ايجابي. بعد ما هنحمل البرنامج هنضغط له كده فتح. التثبيت بتاعه سهل جدا، هيطلب منك شوية اذونات هتوافق عليها كلها، وبكده انت هتكون شغلت البرنامج. ولكن هتضغط هنا على الثلاث شرط اللي موجودين فوق على الشمال، بعد كده تضغط هنا على اعدادات التسجيل، وتتأكد ان وضعية التسجيل هنا معمولة تلقائي، وجودة الصوت تقدر تعملها كده على اعلى حاجة عشان الصوت ممكن يكون واطي معاك شوية. وبكده شباب نكون انتهينا من فيديو شرح النهاردة، معاك ثلاث برامج شغالة كويس جدا. في جزء تاني انا هعمله ليه برضو بعض البرامج اللي اشتغلت معايا، ان شاء الله هتلاقوه برضو على القناة، وهسيب لكم رابط الفيديو ده تحت في صندوق الوصف. وحابب اقولك على حاجة اخيرة، لو انت الثلاث برامج دول ما اشتغلوش عندك في الموبايل، فصدقني هيكون من الصعب جدا ان الموبايل بتاعك او نظام السوفت وير بتاعك ان هو يقدر يسجل مكالمات. والمشكلة دي بتحصل في بعض الاجهزة، ومن اكتر الاجهزة اللي المشكلة دي موجودة فيها هي اجهزة اوبو وريلمي وفيفو. وبرضو هقول لك تاني، لو انت التلات برامج دول ما اشتغلوش معاك، هتسيب لي تحت الفيديو تعليق باسم الموديل بتاع موبايلك بالتفصيل، وتقول لي والله مثلا انا موبايلي مثلا سامسونج A24 اسم الموديل، وانا هشوف لك برنامج وهرد عليك في التعليق ببرنامج اكون انا جربته على الموبايل ده ان شاء الله يشتغل معاك. ما تنسونيش بقى من اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لو عندك اي سؤال سيبه لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. دلوقتي هنبدأ نعمل تجربة، هنعمل مكالمة ونشوف هل البرامج الثلاثة هيقدروا يسجلوا المكالمة دي او لا. تمام. رجاء العلم انك لم تعد في عيلة رن وفقدت دقائق وميجا بايت في العيلة، وسيتم محاسبتك زي ما انت شايفين دلوقتي التسجيل اهو شغال، وهنجرب برجاء اختيار النظام المناسب ليك والتحويل ليه من خلال اقرب فرع. مرحبا بك في وي. اظن الصوت ما يعني بصراحه ما فيش احلى من كده. وادي البرنامج الثاني، وادي المكالمه، شغلها مع بعض. العلم انك لم تعد في عيله رن وفقدت دقائق وميجا بايت في العيله، وسيتم محاسبتك من رصيدك لإعادة الاستمتاع بمميزات رجاء اختيار النظام المناسب ليك والتحويل ليه من خلال أقرب فرع. مرحبا بك في وي. تمام جدا يا شباب، البرنامج الثاني شغال 10/10. البرنامج الثالث للأسف التسجيل ما اشتغلش عليه وما قدرش ان هو يسجل المكالمة. وده اللي انا كنت قلته لكم في اول الفيديو، ان مش شرط كل البرامج تشتغل على كل الاجهزة. انا بالنسبة لي البرنامجين دول اشتغلوا، والبرنامج الثالث لا، ولكن البرنامج الثالث ده اشتغل على اكتر من موبايل تاني. فعشان كده من الضروري ان انت تجرب التلات برامج عندك زي ما قلت لك، ولو ما اشتغلوش التلات برامج دول هتلاقيني سايب لك فيديو تحت في الوصف وفي اول تعليق مثبت لبرنامج رابع، وده غالبا بيشتغل على 99% من الاجهزة.